السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ معكم أخوكم موسى من قناة جيمز ستيشن. راح أشرح اللعبة الرابعة من ألعاب ستيم مع الأونلاين. طبعا اللعبة اللي هي هيروز أوف أو هيروز أند جنرالز. اللعبة لعبة حرب، يعني لعبة حرب قديمة، يعني تخص الحرب العالمية الأولى أو الثانية تقريبا. اللعبة الصراحة بأمانة عجبتني كثير كثير، لأن الأسلحة فيها قديمة، اللعبة متطورة شوي من حيث يعني الحركات، يعني في يعني اشياء حلوه فيها. انا الصراحه بامانه امس لعبت ما يقارب فيها 3 ساعات، صراحه اللعبه ما فيها ملل ابدا. خلونا يا شباب نروح نبدا اول شيء لطريقه تحميل اللعبه. لازم انك تسوي لك حساب في الموقع عشان تقدر تلعب اللعبه. طبعا راح امشي على الاشياء اللي مو ضروريه. طبعا هنا انك تحمل ستيم، تضغط على خط الاعلانات، من هنا تسوي لك حساب، سبق شرحته في الالعاب السابقه. تضغط على خط الاعلانات وتسوي لك حساب في ستيم. هنا اللعبه على ستيم مو ضروريه، بس خلونا نشوف اللعبه. هذه هي اللعبه، صوره اللعبه، هذه بدايه اللعبه راح تكون على ستيم. الشيء الضروري واللي راح نكون فيه جديين، هنا تضغط على خط الاعلانات تسوي لك حساب في الموقع. طبعا تكتب هنا الايميل، تحط لك اليوزر نيم اللي راح تلعب فيه والباسورد، وتكتب اعادة الباسورد. هنا تحط صح اذا حبيت يوصلك مسجات على الايميل، اي تحديث، اي شيء جديد باللعبة، وتضغط على بلاي فور فري. طبعا هو اول ما تضغط راح تسوي لك حساب على طول. راح يجيك على ايميلك حساب، او سوري، راح يجيك على الايميل حقك ايميل اخر هو تفعيل الحساب. اول ما تفعل من هنا كذا تضغط على الرابط، راح يعطيك، يكتب لك اليوزر نيم مع الباسورد. طبعا اليوزر نيم راح يكون اللي انا كاتبه قبل، هذا هو مع الباسورد، وتضغط على اللوجن. خلنا نشوف الايميل مرة ثانية. نجي هنا، هذا هو، اوكي، اليوزر نيم نفسه، ليش المشكلة؟ كوبي، سوري، في تحط الباسورد. ما ادري ليش انا فعلته قبل، يمكن عشان لانه مفعل خلاص. اها، الرابط يكتب انه خلاص منتهي، يعني لازم انك خلاص انا مفعله من قبل، فالرابط لك مره واحده تفعله. خلونا نشوف الترجمه. ايوه، الاعتماد متوفر غير صحيح، يعني الرابط لك مره واحده، فانا فعلته على العموم يا شباب. طبعا تروح لستيم، خلونا ننسخ اسم اللعبه، تروح لستيم، تروح للستور. طبعا تحمل اللعبه من هنا، لا تحملها من الموقع اللي انا حاطه، الموقع هنا بس سجل لك حساب، لا تضغط على تحميل بعدين. وراح نكتب اسم اللعبة هنا هيروز، وتضغط عليها كذا، تنتظر لحد ما يحولك. طبعا محملها، فكاتب لي موجودة على المكتبة حقي هنا بالاخضر. بعد كذا يا شباب تنزلوا لتحت، تضغط على بلاي جيمز، وراح تتحمل معك اللعبة. طبعا حجم اللعبة جدا بسيط شباب. وين اللعبة؟ هيروز، هذه هي. خلونا نشوف حجم اللعبة، حجم اللعبة راح يكون 1.40 جيجا بايت، حجم جدا ممتاز. يعني طبعا لما تثبت اللعبة يا شباب راح تجيك الايقونة على سطح المكتب، تشغل اللعبة كذا، وراح يطالبك الحين انك تحط الايميل مع الباسورد اللي انت سجلتهم في الموقع. طبعا ما راح يطالبك باليوزر، هنا الايميل، تحط الايميل. طبعا هذا الايميل راح احط الحين الباسورد. واضغط على هذا الخيار، واضغط على لوجن، وننتظر لحد ما يحمل. طبعا لازم يا شباب يكون، لازم يكون الحساب مفعل، انت فعلت الحساب عن طريق الرسالة اللي وصلتك. ننتظر لحد ما يدخلنا، لازم يكون عندك الانترنت ممتاز عشان ما يطول معك كثير.
الحين راح يدخلني على طول، ان شاء الله ما راح يطول. تضغط على نو هنا، اوكي. طبعا يا شباب خلونا اول شيء اوطي على الصوت. على الصوت طبعا تجي هنا اذا تحب انك تلعب. طبعا تقدر تسوي لك كذا شخصية وتشتري اسلحة وتشتري اشياء كثيرة. اللعبة صراحة جدا ممتاز. تضغط على هذا الخيار تروح تحدد. طبعا هنا تحدد. طبعا هنا مو فاتحين لي، لازم اني كان اول ما بديت العب كان هنا بس مفتوح، الحين الاثنين مفتوحين. تحدد الماب اللي تبي تلعب فيه وتضغط على اوكي وتنتظر لحد ما يدخلوك، طبعا لحد ما ترسبن في الماب. الحين راح ننتظر شوي لحد ما يدخلني في الماب، ما راح ياخذ وقت كثير. اهم شيء انه يكون الجيم في اشخاص او الجيم توه بادي. لو تلاحظوا هذا هو الحين راح يدخلني بعد 30 ثانية. انا متأكد ان اللعبة راح تعجبكم الصراحة بامانة. في العاب على ستيم مجانية صراحة جدا روعة جدا ممتازات، يعني انا سحبت على الالعاب اللي شاريهم بامانة. الحين العب هذه اللعبة والعب اللي هي لعبة الوور فيس، يعني الصراحة العاب يعني ببلاش لكنها ممتازة، يعني انت ما تعلم قدام شي يصير. يمكن قدام اللعبة يصير فيها تحديث مهم وتصير بفلوس، $5 او $10، ايش اللي يمنع؟ بعد كذا يمكن ما تقدر انت تلعب. تضغط على هنا اللانش وتنتظر لحد ما يدخلك للعبة. الحين راح يدخلني اللعبة وراح ارسمن في اللعبة. هذا في واحد دخل معي الحين، الرانك حق 2، انا الرانك 2 بعد وصلت. وراح نلعب شوي اللعبة ما يمنع. اهم شيء تسوي لك حساب في الموقع بعد كده تفعل الحساب. طبعا اذا تبي ترسبن تجي هنا وتضغط هنا. طبعا ما راح اوطي على الموسيقى يا شباب، راح نلعب الجيم. انا راح اوطي شوي. راح نوطي هنا. اوكي نضغط باك ريزم. يلا خلونا نبدا اللعبه يا شباب. طبعا الحين راح يرجع اللون لا تخافوا، بس لازم انك تمشي شوي. اول ما تمشي للمنطقه راح يتغير اللون وراح يرجع لون عادي. هذا اللون مثل ما تلاحظوا رجع. طبعا لما يركض يعطيك مشكلة. لازم انكم تركزوا يا شباب لانه جدا صعب، لانه ما في زوم في اللعبه، ما في يعني اسلحه ما جديده يعني عشان انت تقدر انك تزوم تاخذ راحتك. مكان بعيد المفروض كنت اخذ لي سيكل، اخذ لي سياره مدرعة. شوف واقف بالمدرعة الحبيب وما انتبهت له. على العموم خلونا رسبن. راح ارسبن على البي، ما اعرف ليش ما يصير. راح ارسبن هنا مو مشكلة. صراحة اللعبة يا شباب جدا ممتازة، اتمنى انكم تجربوا اللعبة. احاول اذبح هذاك الشخص اللي تو ذبحني. خلوني اركب على السيكل. روح يا حبيبي روح. لا لا صبر 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 صبر. مدرع 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 مدرع. الله اكبر عليك. تقريبا 6 أو 7 ما ادري. خلونا اركب هنا.
حاجة من هذا الجهة. مثل ما تلاحظون انتهى الجيمز، شكلي دخلت انا في اخر الجيمز. مثل ما تلاحظوا يا شباب اللعبة، اتمنى اللعبة تعجبكم. اللعبة الصراحة تستاهل يا شباب، حملوها وجربوها، حجمها جدا بسيط. وصلنا للنهاية يا شباب، اتمنى المقطع يعجبكم. كان معكم اخوكم موسى من قناة جيمز ستيشن، واشوفكم على خير.